أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفردات من التراث الشعبي. هذا برنامج يتحدث كل حلقة عن مفردة نفند من خلالها هذا المسمى والاستخدامات التي يتم استعمالها في الماضي. اليوم طبعا اخترنا مفردة السلاح. السلاح طبعا أنواع، فيها الفرد، فيها البندق، فيها الشوزل، فيها العصا، أي شيء يحمي الإنسان من العدو يعتبر سلاح. ولكن إن شاء الله بعد الفاصل نعود ونكمل معكم الحوار. أعزائي المشاهدين، نعود بعد الفاصل ونرحب بضيف ويضيفكم اليوم الأستاذ عبد الله محمد الجريوي أبو محمد. نقول له باسمكم جميعا مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية. حياك الله ويسعدنا مع مشاركتك معنا في البرنامج. أبو محمد، طبعا أنت غني عن التعريف، لك مشاركات ما شاء الله في هذا المجال، وسبق وأن شاركت في أكثر من برنامج عن التراث، وأنت ما شاء الله من أبناء الوطن اللي تحرص على الاهتمام بهذا الجانب الموروث الشعبي. طبعا اليوم احنا في متحفك في مدينة الرياض، واخترنا اليوم مفردة السلاح. السلاح مثل ما قلنا، البندق والشوزن واللي هي أنواع المسميات، فرد، حتى العصا قلنا عنها أن سلاح لنا تحميك أيضا من العدو. فودنا نتكلم اليوم عن هذا المسمى سم. الله يحييكم. والإنسان بطبيعته والحاجة أم الاختراع، نعم، يبي شيء يحمي نفسه فيه، نعم، منذ الخلق، نعم. فأول ما بدأ بني آدم عمل السلاح بالحجارة، نعم، ومن الخشب، نعم، وبعدين الحديد زي الرماح، زي الأسهم، زي وبعدين بدأت بالخناجر والسكاكين، وبدأت بالأسهم، نعم، بدأت بالأسلحة القديمة، نعم، بدأت بالبنادق، نعم، وبدأت بالمدفعية والطائرات، نعم، والدبابات، تطور تطور، نعم. اليوم احنا لما نتكلم عن السلاح، طبعا السلاح مثل ما قلنا قبل شوي متنوع، له مسميات عديدة، نعم. الآن وش اللي بتشرح لنا فيه قدامنا في هذه الحلقة؟ من بداية السلاح هذا، نعم، هذا خشب، نعم، سيف الرمح، نعم، هو خشب، نعم، صنع للحاجة، للحاجة، نعم. هذه أسهم للهنود الحمر، نعم، مدببة، هذا، نعم، حديد مسموم طبعا، نعم، يصوبه للصيد والقتال، نعم، والحروب وكل شيء معه. وبدأت بهذه، نعم، بالمسدسات هذه القديمة، نعم، هذه لها أكثر من 800 سنة السلاح هذا. هذا هذه رصاصته، هذا رصاصة، وهذا السلاح، نعم، يحطه ويحط البارود ويرميها، نعم، وبس زي المدافع
اللي على بارود. هم بدأت المسدسات هذه ثلاث سبرطانات برضو بالبارود. نعم. البارود وشلون؟ هذا حق بارود. القرن هذا. القرن. نعم. يضغط هذا ويصب في الفتحة. إيه. ويشعل الفتيل فيه. هو بس ويجيك. بس ويثور. بس. يا سلام. شوف كل شيء في بساطة لكنه يسوي شيء. يحمي صح. ما هو اختراعهم على اساس حاجتهم فيه. نعم. وجت هذه المسدسات الثانيه هذه برضو نفس الطريقه كلها بارود. نعم. يخزنون فيه هذا بارود هالحين. هذا بارود. هذا بارود. يعبونها طال عمرك يعبون هذه. القرن هذه يعبون. اي نعم ويعبون هذه. هذا برضو بس هذه ايش اسمه؟ هذه عاملينها زي تعلق تعليق السلاح. إيه. تنفتح وفيها بارود ويعبيها وتعبي بارود وياخذها هذه تقعد معه فترة. نعم. لأن أول ما زي ما تقول يستهلك ما يستهلك. نعم. إيه. هذه يعبي لها يمكن أسبوع خمسة أيام ستة أيام ومع في رحلته أو في طلعته للبر. بالضبط. وهذا قرن وهذا أشكال كل شيء له شيء. شوف. نعم. هذا زي المكحلة يعبونه عشان ما يطلع منه. إيه. هذا عام 1800 ميلادي. إيه. نعم. إيه هجري ما شفت شلون. وصناعته وش روسي ولا لا أمريكي تشيكوسلوفاكي. أها. إيه عشان المشاهد يعرف ال هذا أمريكي وذا تشيكوسلوفاكي لأنها أحجام هذه في يعني حبارة في حدود أعمارها قريبة من بعض. من بعض. وفيها أكبر من كذا قد البندق. إيه. ونفس الطريقة. نفس الطريقة بس هذه مقاسات. مقاسات. ها. وكلها بالبارود. بالبارود. إيه نعم. يعني بعد جاء وقت ال. الفشق والحاجات هذه اللي لا الفشق إيه؟ ما جلتها لي هالحين اشرح إيه؟ نعم. لك هذيك وهذه كلها قرون هذه. نعم كلها فتيل. كلها فتيل ما شاء الله معبات. الان في المتحف كم عندك من عدد الاشياء هذه المسدسات هذه؟ هذا عددها اربع انواع واحد. الاشكال ذي؟ إيه؟ لا فيها اشكال واجد كثيره يعني انواعها واجد من النوع هذا. اي نعم. وحسب وفيه الكبير وفيه الصغير وفيه الاشياء. إيه؟ كثيره ولا تنحسب على شيء معين. نعم. حسب حاجه الجيوش وحسب حاجة يصنعونه. متى بدت فكره التجميع عندك؟ تجميع السلاح؟ ايه اللي هالحين فيه 51 سنه. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله. المتحف ككلي طبعا. اي نعم ما شاء الله. وهو من نعم 51 سنة. هواية هي ولا هواية؟ الوالد قبلك مسوين ال لا والله الوالد الله يرحمه توفى وانا عمري 6 سنين. الله المستعان. اي لا لا نعم هواية جدا. وبدأت الهواية معك اول ما بديت بالعملات. ايه وبعدين جمعت ال ما شاء الله عليك. تحصل عندي انواع ما هو بالكمية. إيه؟ النوع بالنوع عملها. نعم. طيب السلاح الان اللي عندك مثلا البنادق كم نوع من البنادق اللي عندك؟ والله كثير كثير من هال الفتيل ومن هالمجمع ومن هالهطفة ومن هالمصبع. نعم. ومن هالمخمس ومن ها ما شاء الله من بداية صناعة السلاح إلى الوقت الحاضر. لا تقريبا. آخر سلاح هو رشاش بالحرب العالمية الأولى. إيه؟ ورشاش بالحرب العالمية الثانية. ما شاء الله هذا آخر شيء متحفك. هذا آخر شيء اقتنيت. ما شاء الله. طيب احنا الان بنطلع فاصل عشان نبدا ناخذ جوله على السلاح ونتعرف ونعرف الساده المشاهدين على انواع السلاح والاستخدامات والعمر اذا في عندك شيء على التواريخ عشان المشاهدين يشوفون الوقت اللي كان. ورغم ذلك انه ما شاء الله محتفظ بقوته ومحتفظ بشكله ومحتفظ حتى الخشب خشب السلاح اللي عندك وشفناه قبل شوي وبنعرضه ان شاء الله الان يعني كأنه تو مصنوع من أعمل له صيانة سنوي. تعمل الصيانة؟ صيانة سنوي. نعم.
ولا ما كل المتحف طبعا ما تفعل الأرض وما الأرض والأشياء ذي؟ لا علاجات عندي. العلاجات خاصة. نعم نعم. ولا تأثر ممكن؟ أبدا. إيه. أعزائي المشاهدين تابعونا بعد الفاصل، نعود ونكمل حوارنا مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عبد الله جريوي. تابعونا. يا مرحبا بكم جميعا، يا أهلا وبالمستمعين. هذه الفتيل تعتمد على البارود، والفتيل هو قطعة خيط تولع فيها وترمي. هذه نوعيتها، عندك المقمع ذي، هذه صناعتها قبل 370 سنة اللي هي الفتيل، وهذه قبل 300 سنة. بالتدرج في السلاح، ومن جاء عقبها صناعة هذه أكبر شوي، وهو نفس النوعية. وبعد هذه ثلاثمية سنة عمرها، وفي شيء على 400 سنة وثلاثمية وخمسين سنة، وهذه أم مصبع، سماها بمصبع على إصبع هذا. وهذه أم خمس، لأنها تأخذ خمس رصاصات في الداخل، وهي قديمة بعد أكثر من 270 سنة. ومن جاء عقب هذه بالتدرج نفس الشيء، بس أحدث منها، أم خمس. والمقمع والفتيل والصمعة، وهذه البلجيك. وهذا رشاش استخدم في الحرب العالمية الأولى، وهذا رشاش استخدم في الحرب العالمية الثانية، وهذه كلها غدارات سيوف. كل هذه خلها اطلع له واحدة، كلها كذا نلعبها في العرضة. قال هذيك لا، وهذيك نفس الشيء، وهذا الدرع كله تبع السلاح، وهذا سيف فولاذ روماني. هذا قديم ها؟ اي نعم، له اكثر من 1000 سنة. وهذا حوالي 500 سنة، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعزائي المشاهدين، نعود بعد أن استمتعنا بشرح الأستاذ عبد الله محمد الجريوي عن أنواع السلاح اللي شفتوها قبل شوي، وكانت فعلا جميلة وتحاكي ماضي جميل، وتعلمنا أن الماضي كان فيه حرص الإنسان على نفسه وعلى بيته وعلى، طبعا هذا الكلام قديم جدا على مئات السنين ها يا أبو محمد. نعم. عاد عشان نتواصل ونكمل عن السلاح،
في أيضا الخناجر. الخناجر طبعا لها دور أيضا، تستخدم شيء للزينة وشيء للخدمات اللي هو مثلا يحميك من العدو. بيشرح لنا أبو محمد. أبو محمد الآن بنرجع نتكلم عن الخناجر اللي قدامنا الآن. هذه الخناجر هذا كله ذهب وفضة. ما شاء الله. إيه. هذا للزينة. للزينة. والاقتناء. للاقتناء. نعم. إيه. نعم. هذا يلبس على البطن ها؟ إيه يلبس على حزام البطن. حزام البطن نعم. إيه. يا سلام. هذا كله الحين ذهب و. ذهب وفضة. وفضة. نعم. نعم. النوعية هذه كم تصل قيمتها يا أبو محمد تقريبا؟ والله مو 140-150 ألف. ألف ما شاء الله. لأن هذا القضاب حقه عاج. عاج إيه. ومرصع بالذهب. بالذهب. إيه نعم. طيب يطلع من جرابة؟ إيه. نعم. عشان بس المشاهدين يشوفون ما شاء الله. ما شاء الله. هذا صناعته وش يا أبو؟ عماني. عماني. إيه نعم. طبعا اول من صناعه الخناجر في عمان وفي اليمن ها؟ في عمان وفي اليمن. نعم. وفي طبعا حضرموت. حضرموت نعم اكثر شيء. والان موجود في جنوب المملكه العربيه السعوديه في نجران. نجران نعم. نعم. نجران برضه تشتهر بال نجران. نعم. بلد مهم بالنسبه لل نعم الخناجر. وهذه؟ وهذا برضه غالي بس اقل من هذا قيمه. اقل نعم. هذا برضه فضة. فضة ها؟ ايه نعم كلها فضة بالصناعة. نعم جميلة جدا جدا. ويقدمونها هدايا في المناسبات وفي الأفراح وفي طبعا وللشخصيات. للشخصيات نعم. نعم. والهدايا مثلا في أي أمور تتعلق بخدمة في المجتمع. نعم أي شيء. نعم. هو حاجة جمالية. جمالية نعم أكثر جمالية. ايه هذاك أول أيام الخوف. نعم الخوف وده. نعم. يصير الواحد صح متسلحه في بطنه و... إيه؟ لكن هالحين الحمد لله اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد الأمن والأمان و... نعم طبعا يا ابو محمد احنا خلص الان من الخناجر هذه العمانيه وتكلمنا عنها انها في اليمن وفي نجران وفي ايضا عمان. هذه اللي في يدك هذه يسموها قديما الضبه. الضبه نعم. ايه وخنجر صغير لكن الضبه لانها شكل ضب. نعم شكل ضب. إيه نعم شوف الراس والجسم ولا يا سلام يذبحون به ويسلخون به ويدافع عن تستخدم في كل شيء يعني. اي نعم. ايوه وهذه هذا خنجر. خنجر نعم من الفضه. هذا حق الرقص ها؟ ايه يستخدم في الرقص. نعم الرقص وفي الله وفيها احجار كريمه برضه من هنا. يدلعونه من اول ال المقتنيات هذه. هذا من 1321 كم؟ 1321 هجري. هجري. اي نعم. 1300 كم الان من سنه يا ابو؟ 1300 احنا 437. اي نعم يعني له 110 سنه. اي نعم ما شاء الله. اي نعم حتى من اول يا ابو محمد المقتنيات يدلعونها يحطون فيها الذهب والفضه والالماس يخلونها يحرصون عليها اكثر. الحلال عديل الروح. نعم نعم حلالهم ذا. نعم لأنهم ما يبيعونه باقي معهم. باقي معهم. نعم عديل الروح. المال عديل الروح. نعم هذا يعادل الروح معهم. نعم ولا يقدر يمشي لأن في خوف كانوا في صح قبل ما يستبدل بالأمن وذا. نعم كان في خوف وفي سلاحه هو اللي يحميه يعطيه بعد الله سبحانه. نعم حتى ذا لبسه وشاف العدو وقال هذا متسلح. ذل متسلح. ذل. نعم اي نعم. وهذا هذا خنجر من الفضة مرصع بالأحجار الكريمة. الله هذا يلبس كذا. نفس الشيء في الأسفار وفي الأسفار. نعم الرقصات وفي الرقصات المناسبات وفي الأعياد وفي نعم. العروس كلها. نعم. حاجة جمالية. نعم هنا. يا سلام طبعا عليك. هذا كله فضة. نعم وفي أحجار كريمة وهذا من برضو من نفس الصناعة اللي هي العمانية. اي نعم نعم. وطيب الآن المتحف عندك كم القطعة من الخناجر؟ وعندنا الكمامات الحرب العالمية الأولى. نعم ما شاء الله موجودة. عليك موجودة قلت عنها من ساعة. ايه. طبعا الكمامات هذه تستخدم في الحروب. أول ما بدأت الحرب العالمية الأولى استخدموها على أساس الغازات وما غازات. نعم وموجودة حتى الآن ما شاء الله بعد طور. ايه عندي هنا. يعني كم عمرها تقريبا أبو
الحرب العالمية الأولى بدأت عام 1907. نعم 1907 ميلادي. إيه. وحنا في الحرب العالمية الثانية بدأت 1939. نعم. وانتهت 45. يا سلام. حافظ ما شاء الله التاريخ ابو محمد، لان دائما اللي يجمع التراث، وبعض الناس تجمع التراث لكن انها ما تحفظ التواريخ او تحفظ الزمان اللي التاريخ هو التراث. ايوه، لكن بعض الناس يجمع ويحط عنده، واذا سالت عن الشيء قال والله انا جامعها من محبه. لا، مرتبط التاريخ لكن لما يربط التاريخ بالواقعه بالشيء اللي عنده، هذه هي اللي يثري البرامج، يثري حتى السائل اذا جاء عنده في البيت او في متحفه يستفيد من 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 الشرح. لازم تشوف إيه؟ تعرف التاريخ وتعرف الاحداث. نعم، الاحداث وقتها. وانت ما شاء الله عليك، احنا شفنا قبل شوي والاخوان كل شيء عليه مرخ، حتى انت مسوي لها اوراق وحاطه عليه مرخ عشان انه يحتفظ بالتاريخ، حتى اللي يجي يشوفه من دون ما يشرح له يجي. أيوة. يعرف حتى بدون نعم ما يشرح من دون ما يشرح له. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن التواريخ والوقت هذا مهم جدا لتعريف الناس كم عمر هالسلاح، كم عمر الخنجر هذا، كم عمر والله في على شيء 700 سنة. إيه ما شاء الله قديم، وفي شيء لا يعني أغلبها من 450 400 350 370 ما شاء الله 250 سنة. شوف يعني كلها هذا متدرجة. نعم. طيب أنتم في المتحف يعني أثناء جمع الأغراض هذه، من خلال تعاملكم مع ناس هواة يعني لهم علاقات بأصحاب متاحف أخرى أو ناس تبيع الأشياء هذه وأنتم تأخذونها منهم؟ يوم أبدأ في الجامعة ما كان فيه متاحف. إيه ما كان في شيء. لا. أشتري من هنا وأشتري من هنا، واحد تاركن سلاحه أشتريه. نعم. واحد يعني بيبيع أخذه، يعني ما هو صح نجمع، واللي دفعناه هاك اليوم 100 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال هاك الوقت عادل ملايين، قبل 51 سنة اليوم كم يسوى؟ عادل ملايين. أذكر لك حاجة واحدة. نعم. عام 1352. نعم. كان راتب العسكري ملح ولا تيس. الله. اي والتقاعد كان يقاعدون على تيس. الله. ولا على ملح. الله. موجوده وغنات من اول، وفيها اوراق تثبت الشيء ذا. نعم. أي. اكيد. شوف كل أي. زمان له معلوماته وله كلام. 1352. نعم هجري. أي. ما شاء الله حافظ التاريخ ما شاء الله عليك. نعم. محمد ما شاء الله عليك. طيب احنا في نهايه اللقاء محمد نشكرك وما قصرت، والحقيقه متحفك طبعا احنا بنرجع له، فيه عندك اشياء ثانيه ان شاء الله احنا بنركز عليها. اليوم احنا بس اخذنا مفرده السلاح على اساس المشاهدين يشوفون السلاح وانواع السلاح اللي شرحت لنا قبل شوي واللي احنا بين يدينا الان، وسلاح فيه شفنا العصا. لا والله قصرت انا بالشرح شوي. الله لا ان شاء الله صحه والعافيه، وانت ما شاء الله عليك دائما تتحفنا بوجودك معنا. الله يحييكم، الساعة المباركة، واهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه بكم بالمستمعين. الله يجزاك خير، شكرا لك يا محمد. يا هلا والله، يا مرحبا. والشكر ايضا موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين، كان معكم التقديم والاعداد حمد السنيد، ومن خلف الكاميرا زملاء المصورين. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.